مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو ترون؟ ما هي ميزات ترون؟ ما هو ترون؟ هو نظام تشغيل قائم على بلوكشين، يهدف إلى ضمان تكنولوجيا مناسبة للاستخدام اليومي. ما هي ميزات ترون؟ أفضل وصف لهذا المشروع هو النظام الأساسي اللامركزي الذي يركز على مشاركة المحتوى والترفيه، ولهذه الغاية كانت خدمة مشاركة الملفات بالتورنت واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ. وضعت ترون نفسها كبيئة حيث يمكن لمنشئي المحتوى التواصل مع جماهيرهم مباشرة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.